للحديث عن الأضرار التي تسببها تلك النفايات، حرق النفايات، وفي ظل عدم وجود مطامر صحية كافية في العراق، ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي من بغداد الطبيب العراقي الدكتور إبراهيم سليمان. مرحبا بك معنا دكتور. أهلا وسهلا بك ومشاهديك. نعم. دكتور، أزمة المخلفات في العراق مرتبطة بوجود مطامر صحية في عموم العراق، هل عدد المطامر وجودتها في العمل وفق المعايير والمواصفات الصحية المعتبرة عالميا؟ مساء الخير عليك وعلى مشاهدين قناة الرافدين. سيدي العزيز، أول مرة دا أسمعاني غلق المطامر الصحية أساسا بين قوسين مو صحية هذه. وأساسا إحنا موجودة نعم بالبياع وبكمسارة موجودة نعم وبالعامرية موجودة وبالخانضاري موجودة، بس كلها مو صحية. حرق سببت للناس أمراض تنفسية وأمراض جلدية بعيدة كل البعد. هسه شوف أنت، شوف التقاطف مال وزارة البيئة تقول هذه مسؤولية أمانة بغداد. أنت بيئة شلون نعم أمانة بغداد تجمع لك النفايات والبيئة لازم تشرب، يعني أكو فولو أب متابعة عليها. وزارة البيئة بعيدة عن كل هذا الشيء. يعني احنا الدايج اللي بعدنا بصراحه للامانه نقلوا مناطق التمر الصحي من كانت بالتاجي الى مناطق العامريه والخضراء والكمساره والبياع للمناطق اللي اكثر ازدحاما. يفترض مناطق التمر الصحي تكون بعيده عن تواجد الناس، هذا التواجد الصحي الاماكن الصحيه، ويجب ان تكون متابعه من اشخاص مسؤولين بهالشيء، يعني على دراية علمية بهاي الأماكن التمر. وإحنا دنواجه بصراحة الآن، هسه حكيت أنت عن الإنفلونزا الوبائية وأمراض الصحية، أمراض الرئة بالذات الرئة ساهمت عليها كلها من قضايا التمر الصحي بين قوسين، التمر الصحي مو صحي هو. نعم. يبدو أن هناك أنه لا يوجد تعاون دكتور بين الوزارات المعنية والجهات المعنية لحل هذه المشكلة، كل جهة على ما يبدو تلقي العتاب على الجهة الأخرى. صادق صحيح. يعني ما حد يتحمل المسؤولية، ما يدري للشعب بصراحة. يعني إحنا المآسي هسه الموجودة بالعراق، يعني مو بس بيئية وصحية وبكل المفاصل، كل مفاصل الاحتياجات المواطن العراقي خارج مثل ما يقولون خارج التغطيه، ماكو متابعه له. يعني هسه شوف هاي الامطار اللي صارت، خوف انتم مشاهد قدامك بدون ما تسال. هذا ملاعب كره قدم والناس يقولون ناجحه، وما على راسي ناجحه، بس مطره قويه صارت الملاعب. فكيف انت مناطق التمر الصحي؟ يعني انا مرات اضحك، مناطق التمر الصحي تبنيت انا هسه، عندي صور وديت لكم اياها، يعني سيارات كبست وسخ والدنيا والريحه، يعني ما للصبح الناس ما تنام الليل من الروائح والدخان مال التمر الصحي. نعم. ما اثر وجود تلك المطامر بالقرب من المناطق السكنيه على صحه المواطنين؟ هو هذا بالضبط المواطن، فد مره المواطن صار يعني المناطق شوف كمساره والجسم والبياع مناطق المزدحمه تصير فيها. يعني هسه شوف خانضاري مناطق التمر الصحي وين؟ قبل كانت وين معسكر طارق وابعد، هسه قربوها قريبه على مدينه النصر والسلام. يعني الناس هسه يجون للعياده للمستشفى يحجون مناطق التمر الصحي، الاطفال والكبير بالعمر، مين الاطفال وال شو اسمه دول الكبيرين بالسن، روح شوفهم كلهم من وراء التمر الصحي، يعني الامراض الربويه. نعم. في دول العالم المتقدم دكتور كما تعرفون، الدول تحرص على سلامة وصحة المواطنين وهم في سن الشباب وفي سن الرجولة وقبل الشيخوخة، لأنه كمان بده يخفض من التكاليف المستقبلية، تكاليف العلاج المستقبلية والاهتمام بالصحة كما تعرفون. المشكلة بالعراق أنه هذا لا يحصل،
وأيضا هناك أضرار متفاقمة بصحة المواطنين ناتجة عن هذه المشكلات، مشكلة الطمر والمجاري وكثير من الأشياء التي تحصل في البلد، ومع ذلك الحكومة لا تهتم لا بهذه ولا بتلك. خي أنت من تقول لي حكومة، أنا أقول بين هلالين حكومة، ماكو شيء حكومة للأمانة. شوف أنا طبيب، يعني أنا طبيب، ده تجيني كيسات حالات فهمت عليها من مدارس اليوتي اي، التهاب المجاري البوليه المزمن الحاد للاطفال. روح زرت المدارس، حمامات مال طلاب ماكش، حمامات يعني كلها مليئه. يعني من احكي ويا المدير قلت له يا اخي هاي ما يصير. قال لي دكتور احنا المدارس على 600 طالب هسه 2000 طالب. قلت له حبيبي جيد، سوي لي الحمامات مال 600 طالب. فما اسي حدي، مو بس هذه، ماكو متابعه صحه المواطن في خطر. انا قايل صحه المواطن بكل مفاصل، كل مفاصل الحياه سيئة جدا، والدولة بعيدة عن تقديم الخدمات للمواطن. نعم. من بغداد دكتور إبراهيم سليمان، شكرا لك.